هذا الأسبوع في كلام نواعم. هل يشكل الذكاء الاصطناعي خطر على المهن الإبداعية؟ وماذا لو اخترنا مهنة أو موهبة واحدة في حياتنا؟ هل تعدد المواهب شيء إيجابي؟ أسئلة ومواضيع كثيرة حنتحاور فيها مع النجمة ستيفاني عطلة في كلام نواعم. كلام نواعم غداً 9:30 بتوقيت السعودية على MBC One. تابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجاناً على شاهد.